السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة وقناتكم صني ستايل فاشون. المهندس احمد شمس الدين يحييكم اخواتي واخواتي، ابنائي وبناتي، وكل اللي احنا بنطلب من حضراتكم الدعم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بنطلب من حضراتكم فضلا لا امرا. اذا كنا احنا عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك هتستفيدوا منه ان شاء الله. فانا لما بقول في المقدمة اذا كنا احنا عايزين فدوت خلاص، انا رميت المسألة على عاتق حضرتك وحضرتك، يعني انا مش كده كده اللي انا بقوله هيوصل لك طالما حضرتك فتحت الفيديو ده. لكن لما بقول لحضرتك وحضرتك اذا كنا عايزين فدوت خلاص بقى بيعتمد على مين؟ على حضرتك وحضرتك، ها، اذا كنتوا انتوا عايزين توصلوا الكلام ده لحد. ماشي، لما بنقول الدال على الخير كفاعله فبنقول ايه؟ بنقول ان انت هيكون ليك من الاجر زي اللي انا ايه؟ زي الاجر اللي هيعود عليا. بس شرط اساسي ان تكون نيتي خالصه لله عز وجل. شرط اساسي ان تكون ايه؟ نيتي خالصه لله عز وجل. تمام يا جماعه؟ انا بس دي نقطة حبيت انوه عليها، ولابد ان انا من وقت للتاني اذكر حضراتكم بيها. من وقت للتاني اذكر حضراتكم بيها. تعال بقى لفيديو كتير جدا جدا بيستناه وكتير جدا جدا بيسأل عنه. ماشي، طبعا احنا شرحنا قبل كده الجاكيت سواء مبطن سواء مش مبطن بكل ريفير، وشرحنا كل ريفير قبل كده. بس في ناس قالت لك، يعني اصلا الناس الجداد كلهم بيقول لك لا احنا عايزين الكول ريفير تاني، يعني شرحه الكول نفسه ريفير بيتعمل ازاي وتصميمه ازاي. تمام، تعال بقى هنا احنا الدرس دوت او الفيديو دوت اكاديمي بحت، يعني بمعنى اصح ان انت كأنك قاعد في حصة في مدرج في معهد بتشوف اللي احنا هنعمله ايه. مش مسألة اسطمبة وخلاص نروح حاطين على القماش وقصين عليها، لا، مسألة ان انت ازاي تعمل ديزاين للريفير نفسه، للكور ريفير، سواء عريض سواء كنز، ماشي، سواء طويل سواء قصير سواء متوسط، دي كلها انواع للكور ريفير. تمام، كيفية التحكم فيه، كيفية التحكم فيه، مش هروح جاي حاطط اسطمبة قاصص زي ما تطلع معايا، طلعت عريضة طلعت كنزة طلعت طويلة طلعت قصيرة، فما بقاش فاهم ايه اللي انا بعمله. ودي نقطة كتير جدا 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 من الناس اللي بيشتغلوا بيروح حاطط وخلاص. لان في ناس بالفعل جاتني وخدت اسطمبات من عندي. تمام، انا بقى لا، انا مش عايزك تيجي وتاخد اسطمبات، انا عايزك انت اللي تصمم الاسطمبة، عايزك انت اللي تصمم الاسطمبة، انت او انتي تصمم الاسطمبة بتاعت الريفير اللي انت هتشتغلي عليه. تمام كده، انا الجاكيت اللي قدامي كور ريفير الى حد ما عريض، الى حد ما ايه؟ عريض. اعرف منين؟ انا عندي منطقة الصدر في الانتفاخ اهو، هو مغطي ايه؟ منها جزء كبير، فالكور ريفير ده عريض. ماشي، السقوط بتاعه هنا اهو، خلي بالك بقى نفهم الكلام اللي انا هقوله كويس. السقوط بتاعه هنا كده اهو، شايف جاي فين؟ لو انا مديت الخط ده على استقامته جاي هنا هو ايه تقريبا للايه، يعني لو انا خدت حردة الباط دي اهي، فيبقى هو جاي عند مين؟ جاي مثلا عند حوالي 70% منها، جاي عند ايه؟ يعني لو انت واخد دي كده 70% ودي 30%، فهو جاي عند 70% منها، او جاي عند 60% و40% كده. ماشي، ليه؟ لان على فكرة انا عندي دي كده القصة البرنسيس دي كده جاي عند نص الايه حردة الباط بالظبط، فانا لو مديت الخط ده على استقامته هيطلع هنا هو، فيبقى تقريبا ايه 65-70% منها. ماشي يا جماعة، يبقى سقوط الريفير دوت جاي هنا هو كده.
لكن في الريفير ده ممكن يسقط معايا لغاية هنا. يعني ايه يسقط معايا؟ نفهم الكلام اللي بنقوله. شايف السبعة دي كده تبقى هنا، تمام؟ يبقى الخط هنا هو دوت هيمتد لهنا، يبقى اتعكس. بدل ما مثلا 60% و40%، لا بقى ايه عند 40%. لما بتكلم على النقطة الأساسية اللي هي نقطة تحت الباط، لما بقول هو 70% يعني واخد 70% من هنا أو 40% من هنا. فأنا زي ما بقول لك السبعة دي تسقط هنا، ماشي؟ السبعة دي تعلى زيادة عن كده. يبقى أنا اللي بقدر ايه اتحكم في الكلام دوت. فمش مساله اسطمبه اديها لك وتروح حاططها على القماش وخلاص، وزي ما تيجي معايا السبعه دي جت هنا جت هنا جت هنا. انا اللي متحكم في الوقت ده. بمعنى ايه انا اللي متحكم؟ انا اللي بديك اسطمبه تشتغل بيها وخلاص، لكن انا زي ما بقول لك بديك الحاجه اللي تقدر تصمم بيها الريفير نفسه، سواء عريض او كنس، سواء طويل او ايه او قصير. السبعه دي فين؟ ماشي يا جماعة. يبقى ديت نوع من الريفيرات، ده اللي هو زي ما بقول لك دوت ايه يعتبر ولا عريض قوي ولا كنز قوي، دوت يعتبر من المتوسط. يعني ممكن يكون اكنز من كده، ممكن يكون اعرض من كده، تمام؟ يبقى دي حاجة انا شفتها، دي حاجة انا ايه شفتها. نخش بقى على واحد تاني ونشوف ايه الشكل، شكله ايه ده كده بقى ايه. ها ده ريفير تاني، بس انت شايف العرض بتاعه. انا عايزك تقارنه باللي قبله. تقارنه بايه؟ باللي قبله. ده اقصر، ده ايه اقصر، تمام؟ لكن اعرض. لما نيجي نشوف السبعة اللي هنا كده، تعال نمدها على استقامتها، قطعت فين؟ قطعت عند نص الكم بالظبط لو احنا مديناها على استقامتها. يبقى اذا السبعة دي سقطة عن اللي هناك. السبعة دي اللي هي ما بين الايه الريفير والكولة نفسها، ده اسمه الريفير، ده اسمه الكول. يبقى السبعة دي ايه سقط عن اللي هناك، والكول والريفير نفسه عريض. بالتالي لما تيجي تشوف عرض الريفير لابد ان هو يقابله عرض في اللياقة. انت مش هتعرض ده وهتخلي دي زي ما هي. ما انت لو عرضت ده هتلاقي السبعة دي هنا وتلاقي دي كده ايه، يعني مثلا دي تبقى 3 سنتي دي وصلت معاك 5 سنتي عشان انت عرضت الريفير بس. لا، اي تصغير في الريفير في العرض بتاعه لابد ان يقابله تصغير في الايه في الكول بتاعه. يبقى اذا عرض اللياقه نفسه بيتناسب طردي مع عرض الريفير. عرض اللياقه ايه؟ بيتناسب طردي مع عرض الريفير. الريفير عرض، اللياقه بتعرض. الريفير كنز، اللياقه معايا الكوله بتاعتها ايه بتقل، تمام؟ السبعه دي على فكره، السبعه دي غير السبعه دي. شايف السبعه دي اللياقه هنا مالها؟ اللياقه هنا مرفوعه، اللياقه هنا ايه مرفوعه كده، يعني اتجاهها ايه؟ لو مديته على استقامته جاي هنا، تمام؟ نفهم الكلام ده كويس. اللياقه دي لو مديتها على استقامتها جايه هنا، لكن هنا هوت ايه، تعال نمد اللياقه دي على استقامتها جايه هنا. يعني دي طالعه اتجاه الكتف، دي نازله اتجاه الكم، تمام؟ فهو اذا كان حتى اللي حاطط لي الرسمه ديت، لا الرسمه دي مختلفه عندي. الرسمه دي نركز في النقط اللي انا بقولها كويس جدا، تمام يا جماعه؟ فيبقى هنا الريفير دوت عريض، فلازم يقابله عرض في اللياقه. نشوف واحد تاني عشان نبقى عارفين الايه الفروق الجوهريه. شايف بقى الريفير ده بعرض قد ايه؟ ها بالنسبه للتانيين، لا وكمان ايه الطول بتاعه. شايف الطول هنا؟ دي عروه واحده بس هنا. شايف الطول بتاعه قد ايه؟ شايف العرض بتاعه قد ايه؟ شايف السبعه واتجاهها دوت اهو جاي هنا اهوت في نص الكم برضه. ده جاي مده كده على استقامته جاي هنا. ده جاي فين؟ جاي في نص الكتف، السبعة اللي هنا، ماشي؟ أنا اللي متحكم في الكلام ده كله. يبقى الريفير ده عريض جدا وطويل، ماشي؟ السبعة ديت فيها انبعاج، يعني إيه؟ زيادة عن المعتاد، ماشي؟ ده شكل ريفير تاني. تعالى بقى نشوف ده. شايف الطول بتاعه قد إيه؟ ها قصير. العرض بتاعه متوسط. السبعة دي سبعة منتظمة، يعني شوف عرضها
مقارنة بص يا جماعة، السبعة دي أو التمانية دي، يعني إما إن أنت تعتبرها سبعة كده وشها إيه لفوق، أو اعتبرها تمانية وشها لتحت. أهي السبعة دي قارنها باللي قبليها عشان تعرف الكلام اللي أنا بقوله، تمام؟ بص لي العرض، الخياطة دي عرض إيه؟ الخياطة دي أهي لغاية ما تيجي هنا، وقارنها باللي قبليها برضو عشان نعرف الفرق. شايف الطول ده قد ايه بتاع الريفير؟ قارنه باللي ايه؟ باللي هناك. شايف السبعة دي اتجاهها فين؟ كده في نص اهي الكتف. شايف دوت كده ماشي كده لغاية ايه؟ اهو لو انت مديت ده على استقامته جاي ايه؟ في نص الكم بالظبط، تمام؟ ايه بقى اللي بيتحكم لي في الكلام ده؟ بس اقول لك بعد ما نشوف الكام لياقة التانيين، عشان ايه كام الريفير التانيين، عشان يبقى ايه كده لمينا الاشكال المختلفه للريفير، من ناحيه طول، من ناحيه عرض، من ناحيه طول، من ناحيه طول، من ناحيه قصر، من ناحيه عرض، من ناحيه كنز، تمام؟ ودايما اربط ما بين الريفير والكل نفسه، ده الريفير وده الكل، اربط ما بينهم في العرض، اربط ما بينهم في الطول. الطول ما يفرقش معايا، اربط ما بينهم في العرض، سواء ده عريض ده عريض، ده كنز ده كنز. شوف حضرتك بحضرتك الريفير ده، الريفير عريض، تمام؟ اللياقة عريضة. طب ايه الفرق ما بين الريفير دوت واللي قبله؟ الطول بتاعه، شايف الطول ده؟ ده زرارين، ده زرارين. شايف الطول بتاعه بالنسبة للطول اللي هناك، ماشي؟ ده الانبعاج بتاع الايه؟ بتاع السبعة او التمانية هنا. شايف دي اتجاهها؟ اهي برضو، بس كانت التانية مثلا في نص الكتف، لكن دي مدة على اتجاهها، هتلاقي ايه تلت وتلتين. شايف ديت نازلة لغاية فين؟ اهي ها نازلة لغاية فين؟ نازلة ل60% من فوق، 40% من تحت من حدة ايه الرقبة، تمام يا جماعة؟ نشوف الشكل الاخير عشان يبقى كده ايه لمينا بالاشكال بتاعتنا. لا في شكلين تانيين، نشوف الشكل ده بقى. ها شايف الرفع بتاعه، شايف الطول بتاعه، شايف السبعة بتاعته قد ايه، شايف اللياقة، يعني لما رفع معايا الريفير اللياقة بقت ايه، بقت رفع قد ايه، تمام؟ شايف السبعة نفسها صغرت ازاي والانبعاج بتاعها قل. ده كله هوريك ازاي تقدر تتحكم في الكلام ده، فانت تختار الشكل المناسب وتبدأ ايه تصمم الكول والريفير عليه. وايه اللي متحكم معايا؟ هقول له لحضرتك ايه اللي متحكم معايا. شوف بقى معايا الكول والريفير دول، ادي الريفير اهو وادي الكول. شايف السقوط بتاع السبعه دي فين؟ ها قارنه باللي هناك، كانت هنا، كانت هنا، كانت. شايف السقوط ده فين؟ لا ده كده نازل لغايه فين؟ ها يكاد ان يكون ايه جايب مثلا معايا ايه 10% او 20% من ايه، من قيمه حرضه البط من تحت. شايف بقى الطول بتاع الريفير قد ايه؟ يعني هو الكور ريفير طويل جدا لدرجه ان هو زرار واحد، بس انت شايف الريفير طوله قد ايه والكوله نازله لغايه فين، وشايف العرض بتاعها قد ايه. ايه المتحكم في الكلام ده؟ هو ده اللي احنا عاملين الفيديو دوت عشانه. نشوف برضو الريفير دوت، ها الطول بتاعه متوسط، العرض بتاعه كنز، اللي اشوف بقى الكنزان بتاعه دوت في نسبة وتناسب ما بين ده وما بين ده. شايف السبعة بتاعتي والاستقامة بتاعتها والتوازن بتاعها، ماشي؟ ده برضو نشوفه هيتعمل ازاي. نشوف دوت، ماشي؟ دوت كور ريفير، تمام؟ الكول نفسه يعني شبه ان هو لازق في الريفير اهو، شايف مفيش سبعة بقى، مفيش سبعة. ايه المتحكم فيها؟ برضو اللي نشوف الكول نفسه، الريفير نفسه عريض، باجي اشوف دوت بيبقى نازل معايا الكول المربع بتاعي هنا، ودوت يطلع معايا بايه بنفس الشكل ده كده. شايف اتجاهه فين؟ اهو الاعلى الكتف، وبيبقى ايه نفس اتجاه اللياقه بالظبط. يعني هنا كانت هناك في سبعه هنا، فاللياقه نازله ايه ليها اتجاه،
والريفير نفسه ليه اتجاه، لكن الاتنين هنا اتجاههم في ايه؟ في نفس النقطة الأساسية بتاعتي. نفس الكل اللي فات بالظبط اهو، زي ما قلت لحضراتكم اهو كده، الاتنين فين؟ في اتجاه واحد، سواء الريفير او الكول، مفيش السبعة اللي موجودة، تمام؟ هيتعمل العرض بتاعه دايما بيبقى اللي تحت اعرض من اللي فوق. هنا هو بقى النقطة الوحيدة، يعني ده الكول والريفير دول اللي ايه؟ اللي الكول بتخالف الريفير في العرض، يبقى دوت واللي فات على طول، يعني الشكل ده والشكل اللي فات، ان الكولة تخالف الريفير في العرض. شايف الريفير عرض قد ايه وشايف الكول عرض قد ايه؟ ليه؟ لان الريفير نفسه بيبقى اعرض من الكول، وبالتالي هنا هو ايه؟ زي ما قلت لك، انا تخيل بقى ان انا ايه، في سبعة هنا، شايف دي هتبقى طولها قد ايه وشايف السبعة دي هتوصل قد ايه؟ يعني سي ان دي توصل 4 سم معاك، دي توصل 8. فعشان كده بقى ايه معمول الريفير ابو بوز، ريفير ببوز، ببوز علوي، ماشي؟ ده ريفير بوز علوي، تمام يا جماعة؟ وهتبقى اللي هي ايه، هتبقى الكل نفسها ببوز سفلي، على اساس ان الاتنين يلتقوا في نقطة واحدة. ليه؟ لان الخط دوت على استقامته كده الاتنين في نفس الاتجاه. كده بفضل الله انا يعني كفيت الاشكال المختلفة للكل ريفير. تعالى بقى ها نشو، يعني ده كده بس الاشكال بتاعتها. مسألة ان انا اوضح بقى على ايه، على الرسم نفسه، هياخد مننا وقت كبير جدا جدا. يبقى احنا كده بفضل الله عز وجل في الفيديو دوت تعرضنا تعرض تام لكل انواع الكول والريفير، تمام؟ تعالى الفيديو الجاي بقى نوضح ايه، نربط ما بين الرسم نفسه والايه والريفير دوت، نربط ما بين الرسم نفسه والريفير ده، والريفير عامه، سواء يعني ايه الرسم اللي احنا هنرسمه والريفير نفسه هيبقى شكله قد ايه، هيبقى شكله ازاي. كده يبقى الفيديو دوت احنا اتعرضنا لاشكال الريفيرات المختلفه، تمام؟ وان كان في اصلا واحد تاني او اتنين تانيين برضو ابص عليهم في السريع كده، يبقى كده الفيديو دوت انواع الكور ريفير، كل انواع الكور ريفير، كيفية تصميمه الفيديو اللي جاي. كول ريفير ماشي، كنز طويل بسبعة سفلية، كول ريفير كنز طويل بسبعة سفلية، السبعة هنا هو دي كمان السبعة، سبعة منتظمة اتجاهها فين؟ بتبعد عن الكتف هنا بما يعادل حوالي 10-12 سنتي، ماشي؟ بتبعد عن الكتف بحوالي ايه؟ ما يعادل 10-12 سنتي، تمام؟ الاتجاه بتاع الريفير بتاعي جاي ال 50% من الكم، اتجاه الكول بتاعي طالع لحوالي ايه؟ 10% من الكتف، لحوالي ايه؟ 20% من الكتف، اللي هي النقطة دي كده، تمام؟ يبقى دوت الوجه الخلاف ما بينه وما بين اللي فات ايه؟ السبعة السفلية اللي موجودة معايا، السبعة السفلية اللي موجودة معايا، نكبرها كده ونشوفها اهي، ماشي؟ اهي السبعة السفلية اللي موجودة ايه؟ معايا دي، تمام؟ لأن هي بتصمم وأنا بصمم الكور ريفير، بتصمم وأنا بصمم الايه؟ الكور ريفير. ليه؟ لأن أنت لو بصيت لديت هتلاقي هنوت ايه؟ إن الاتنين مقفولين على بعض، السبعة دي مش موجودة. يبقى إذن السبعة ديت ماشي، تخيل ان انا اصلا هروح نزلها بالسبعة دي كده، فيبقى اذا السبعة ديت بتصمم وانا بصمم ايه الاتنين مع بعض. ده كور ريفير اللي هو ايه، اللي هو اصلا كور ريفير اللي هو البوز العلوي، لكن في فرق ما بينه وما بين اللياقة، الاتنين مش واخدين ايه، مش ملتقين في نقطة واحدة، لا ده في اتجاه والتانية في نفس الاتجاه، لكن ما بينهم زاوية. الزاوية دي فين؟ الزاوية اللي هي ما بين الاتنين دول كده. ايه اللي بيتحكم فيها؟ بيتحكم فيها بدل ما اللي ياقة اروح مطولها لغاية هنا، لا بروح واخدها بالشطرة دي عشان تديني السبعة اللي موجودة هنا. وبرضو تلاحظ حجم اللي ياقة مع حجم الريفير، حجم اللياقة مع حجم الريفير. يبقى هو ده زي ما قلت ان ده الريفير الوحيد ان اللياقة بتخالف فيه ايه، ان الكول فيه بيخالف عرض الريفير. نفس الريفير ابو بوز، ولكن ايه الرفيع بقى،
نفس الريفير أو بوبوز الرفيع الطويل، تمام؟ شايف برضو هنا هو اللياقة في نفس اتجاه الريفير، لكن ما بينهم ايه؟ الزاوية ده اللي هي بتفرق ما بين ان بدل ما دي تبقى ملزوقة في الريفير اللي هنا، ان الكول يبقى ملزوق في الريفير اللي هنا كده وملزوقين خالص، لا في زاوية ما بينهم، تمام؟ ولاحظ برضو حجم الكول مع حجم الايه الريفير، يبقى ده شكل تاني للريفير ابو بوز علوي، تمام؟ اللي هو بيفارق اللياقة، لكن هو اصلا اساسا ايه رفيع، اساسا رفيع. كول ريفير رفيع طويل، تمام؟ شايف اللياقة طولها بالنسبة للريفير قد ايه؟ شايف نازلة فين؟ تكاد ان هي تكون نازلة تحت البط خالص. اللياقة نفسها شايف الطول بتاعها وصل لغاية فين؟ يعني انت تلاحظ السبعة دي هنا هو تبقى نازلة من على الأقل 20 سنتي، نازلة من الكتف هنا 20 سنتي. في المعتاد هناك 10 12 سنتي، لكن دي نازلة بتاعت ايه؟ 20 سنتي. كده بفضل الله عز وجل يبقى كفينا ووفينا انواع الريفيرات كلها، سواء العريض سواء الكنس سواء الطويل سواء الرفيع. الريفير ببوز، ببوز عريض، ببوز كنس، يبقى احنا كده جبنا الاشكال كلها. كيفيه التصميم بتاعها وكيفيه ان احنا نعملها دوت في الفيديو الجاي ان شاء الله رب العالمين. ماشي، ما تنسناش من صالح الدعاء، الدعاء بظاهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي. كنت اتمنى ان انا اخلص في الفيديو دوت شرح او اعمل الاسطمبه بتاعت الكور ريفير نفسها واتحكم فيها ازاي، بس للاسف مش هينفع لان ايه الفيديو كده هيطول مننا كده 21 دقيقه. واخر حاجه اقولها لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.